يدخل المنتخبان اليمني والإيراني لقاءهما بمعطيات متباينة وبتناقضات شاسعة بين أهداف المنتخبين في البطولة. اليمن سعيد في مشاركته الثانية له في النهائيات الآسيوية يحاول أن يخلق المفاجأة، بينما إيران يسعى لمواصلة أدائه القوي الذي ظهر عليه في كأس العالم الأخيرة بروسيا. صحيح أن المنتخب الإيراني عاد من كأس العالم بمعنويات عالية بعد التألق هناك، ولقد حللنا أداء لاعبيه وسنحاول تطبيق أسلوبنا داخل الملعب لإيقاف مكامن الخطورة لديهم. حقيقة إن الفوز في المباراة الأولى بالغ الأهمية، سوف ندخل المباراة بحذر ونحاول التسجيل منذ البداية تجنبا لأي مفاجآت من المنتخب اليمني. المنتخب اليمني ورغم صعوبة المأمورية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها كرة القدم اليمنية، يسعى لاستغلال أقل الفرص لتحقيق المفاجأة. السلوفاكي جيان كوزيان سيحاول التعامل مع المباراة بشكل حذر والدفع بجملة من المحترفين، أبرزهم قائد المنتخب علاء الصاصي ومحمد فؤاد، فيما سيغيب الحارس المتألق محمد عياش وحسين غازي بدعي الإصابة. كان احنا كلاعبين يمنيين عندنا الطموح ان احنا نحقق شيء في النهائيات، وان شاء الله احنا نقدم مستوى طيب، والاستعداد كان يعني افضل ما يكون، وان شاء الله ان يعود هذا على مجريات البطولة وتقديم اللاعبين المستوى المطلوب منهم. منتخب إيران منتخب قوي، احنا شفنا، احنا تابعنا في كأس العالم منتخب نافس، جار اسبانيا وجار البرتغال، اكيد منتخب قوي ومنافس على النهائيات آسيا. بس زي ما قلت لك، اذا احنا كنا في يومنا المنتخب اليمني، اعتقد احنا نقدر نجاري اي منتخب. من الجانب الآخر، تبحث تشكيلة المدرب كارلوس كيروش عن فك نحس الخروج من ربع النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي مهاجما من البداية محاولا استغلال قلة خبرة الخصم وتسجيل دخول قوي في البطولة، معولا على مفاتيح كثيرة في مختلف الخطوط. المواجهة اليمنية الإيرانية هي الرابعة في تاريخ لقاءات المنتخبين، والتي انتهت جميعها لمصلحة المنتخب الإيراني. البداية كانت سنة 76 حين خسر المنتخب اليمني بأثقل نتيجة في كأس أمم آسيا، وصلت لثمانية أهداف مقابل صفر في أول مشاركة للمنتخب اليمني في أمم آسيا، وفاز بعدها المنتخب الإيراني في مواجهته الثانية والثالثة. حمزة بن جدو، صدى آسيا.